marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Romo K. Haji Maimun Zubair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ta'alim wa maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. لك الحمد لك الشكر والثناء لا نخصي ثناء أنت كما ثنيت على نفسك فمنك لنا رضا لا سخط بعده اللهم صل على سيدنا محمد صلاة عبد قلت خيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بالفاتحة المعظمة والسبح المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظ لنا في ديننا ودنيانا من كل محنة بؤس وضائر إنك ولي كل خير ومؤطن للخير اللهم يسر أسرك يا الله بجاب سر الفاتحة أن تجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا خصوصا يا الله اجتماعنا في هذه المجمع العظيم وبعد هذا يا الله اجعل يا إلهنا اجتماع يا الله أهل الذكر لحب الوطن حب الوطن من الإيمان اجعل هذا الاجتماع يعقب يا الله ما هو خير لسعادتنا الجميع سعادة يا الله بلادنا إندونيسيا يا الله التي كانت هي بلدة يا إلهنا نرجو أن تكون هذه بلدة كما كنت يا إلهي يا الله قلت في كتابك الكريم بلدة طيبة ورب غفور فاجعل بلادنا إندونيسيا بلدة طيبة وأنت رب غفور اللهم اجعل هذه البلدة بلدة يا الله وطنية يا إلهنا دينية يا الله على ما كان عليه في تعاليم دينك يا الله لا إكره في الدين لا إكره في الدين لا إكره في الدين فنحن يا إلهنا يا الله معاشر أهل الإسلام اجعل يا إلهنا نحن على وحدة واتحاد لا لأجل طائفتنا فقط بل لأجل عامة كافة لأهل البلاد حتى تكون هذه البلدة بلدة طيبة نقول هكذا وهكذا وأنت رب غفور اللهم يا إلهنا يا الله حول أحوالنا إلى أحسن الحال بجاه نبيك محمد صاحب أحسن الحال وأحسن المقال يا كبير يا متعال أكرمنا بحسن الحال خصوصا يا الله ما يتعلق ببلادنا إندونيسيا يا الله اجعلها بلدة آمنة راخية محصبة يا إلهنا يا الله لا هناك يا الله التفرق ولكن هناك يا الله المحبة بيننا الجميع حتى كانت هذه البلدة مؤيدة من عندك يا إلهنا من يا الله من أفضل البلاد ونحن على أتم النعمة يا إلهنا وأتم الرحمة منك يا خير يا رب العباد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم سلمنا الجميع وأيدنا الجميع أيد رئيسنا يا إلهنا رئيس جمهوريتنا يا الله إندونيسيا يا الله أكرمه وأكرم يا إلهنا يا الله وأيد وزراءه يا إلهنا ووكلاءه حتى تمت النعمة على هذه البلدة وأنت ربنا ورب كل شيء فأكرمنا يا إلهنا يا الله بالرحمة والنعمة للبلدة الإندونيسيا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته